الحين انتهت فقرة الأخبار، استراحت فقرة الدوحة منتصف النهار، جينا للفقرة اللي هي راح تكون إن شاء الله وبإذن الله عمود هذا البرنامج، اللي هي راح يكون فقرة كاسة شاي أو شاي الظهيرة أو استكانة شاي أو ما أدري من خدر. في حد مخدر لنا الشاي اليوم؟ بنشرب شاي مع بعض ولا لا؟ ها مخرجنا في شيء؟ في أنا خلص ممكن. أعزائي المستمعين، الفقرة هذه فقرة راح نكون فيها نستضيف ضيوف كرام، ضيوف نكون طبعا اختيارات المواضيع راح تكون باختياراتكم، تختارون الموضوع اللي تبونه انثيره ونتكلم فيه خصوصا للمختصين والضيوف الكرام. هاي الفقرة تقريبا نشرب فيها شاي مع الضيف، نتكلم معاه في موضوع من المواضيع المهمة اللي طبعا راح تطرحونها او اللي ان شاء الله الادارة ترتئيها ونختارها ان هي تكون مدرجة خلال الاسبوع. طبعا اليوم كاسة الشاي او استكانة الشاي راح اخذها مع زميلنا، زميل الاعلامي، زميلنا اليوم بدأ الدورة البرمجية للصيفية بداية الصبح، طبعا تعرفونه وعرفكم عليه اكثر، اللي هو زميلنا الغالي عبد الله الهيل. مساك الله بالخير والنور اخوي عبد الله. مساء الحب والجمال يا اخوي يحيى، وتستاهل الف مبروك على برنامجك الجديد وفقراته المتنوعه. انا سمعت الفواصل، تعرف احنا في جروب واحد وقاعدين نتابع بعض، فهنيك وتستاهل كل خير يا رب. تستاهل الطيب حبيبي، وانت بعد تستاهل، مبروك على بدايه الدورة البرامجية الصيفية. أنت تدري أخوي يعني الحمد لله بشائر الخير بدأت تطلع، التفاؤل بدأ يسود المجتمع القطري، مواطنين ومقيمين كل فرحان بهذه رفع القيود تدريجيا إن شاء الله من بداية هذا الأسبوع، وبالأخص من القد إن شاء الله من غدا يوم الأثنين راح نكون مستبشرين خير. فأنت ما شاء الله اليوم بديت الدورة صباحا، يعني باكرا بديتها، فكلمنا عن هاي البرنامج أخوي عبد الله وعن فقراته وعن شنو الأشياء اللي التمستها أنت خلال هاي الفترة اللي راحت خلال جائحة كوفيد 19. الحمد لله. طبعا أول شيء الشاي المخدر أهديه حق فردا من أسرة حبايب رأسنا أستاذنا أبو نايف، فنان علي عبد الستار، الأستاذة الراقية رولا الغزاوي اللي دائما متحملتنا، متحملة أعضائنا وتسمع لنا وتقترح علينا، فمجهود جبار تشكر عليه. أيضا مخرجا المبدع فلاح الصالح أشكر على لمساته وإبداعاته، أيضا يعني سعد صدره معانا في خلال التسجيلات، فإن شاء الله أن هاي التسجيلات كلها تثمر بالنجاح من خلال البرنامج طلع الصباح. وارتعينا أن ننوع في هالبرنامج، نسوي أكثر من فقرة، نقدم فيها الحكمة، نقدم نسترجع الذكريات مع الأفلام القديمة مش المصرية فقط، لبنان، دول ثانية، ونركز على أشهر أغنية عرضت في هذا الفيلم. صحيح جميل، هاي من ضمن الفقرات. وأيضا نقدم فقرة عن فيها أماني، إن حلو إن الإنسان تكون له أمنية. صحيح، في بعض الأماني الواحد ما يحب يخلي الكل يعرف عنها هذه الأماني، بس بالعكس حلو إن الواحد يعبر عن اللي بداخله عشان يحس براحة نفسية يفرغ الطاقة السلبية اللي فيه. فحلو تقول أمنيات هادية فيها دعاء حق الله سبحانه وتعالى عشان يستجيب لهذه الدعاوي، فما في أحلى من هالشيء. صحيح. ونختم البرنامج بهدية من أسرة حبايب فهم، طبعا من اختيار القائمين على البرنامج اللي ساعدوني في أستاذ رولا وأخوي فلاح الصالح. بس إذا أخوي زميلنا الغالي عبد الله الهيل، لو بس نذكر مستمعينا الكرام، مستمعين ذات حبايب اف ام، بالوقت اللي يبث فيه البرنامج حتى يتمكن الجميع إن شاء الله من يستمعنا إنه يستمع لهذا البرنامج الصباحي. اي نعم، هو اعتقد مدته نص ساعة، لأن مع الأغاني والمونتاج هو من 7 لـ 7:30. جميل، هذا موعده. جميل، إذا جميل. المعلومة صحيحة هذا الصدر ولا تتفق معاي من 7 لـ 7:30. جميل جميل. أخوي عبد الله هذا يومي؟ هذا يومي نعم، من الأحد للخميس. ما شاء الله ما شاء الله، هو برنامج تسجيلي يعني. صحيح صحيح. أخوي عبد الله يعني الحين إحنا ما شاء الله بدينا رفع القيود تدريجيا، بدأت الدولة والجهات المعنية لرفع القيود تدريجيا إن شاء الله ابتداء من يوم القد.
فأنت شنو شعورك؟ شنو أنت كنت معانا طول الفترة ويانا في هذا الظرف الطارئ وجائحة كوفيد 19، فشنو شعورك؟ شنو منياتك؟ شنو شنو متفائل فيه؟ والله متفائل وايد أشياء، يعني نفتحوا هاي الشغلات وإن شاء الله لشهر ثمانية أنا أحب أتفائل أكثر أكثر وأكثر، لأن إن شاء الله كل شيء بيكون على الملأ إن شاء الله وكل شيء بيفتح ويا رب تزول هاي الغمة، وخاصة في ناس اللي حابين يسافرون للضرورة أنا أشوفهم، فزين نفتحوا المطارات وهاي الأمور، فأنا مستبشر جدا خير إن شاء الله، وبالعكس هذه غمة بتزول مدام إن إحنا قاعدين نسوي كنترول والدولة ما قصرت، ويكفي برنامج احتراز هذا اللي وايد ساعد ناس إنه خلاص يلتزمون ويحسون إنهم مراقبين مراقبين، لكن لمصلحتهم، خلي يحطوا في بالهم مصلحتهم عشان ما يضروا لنا نفسهم ولا اللي حواليهم من خلال هذا البرنامج احتراز. صحيح صحيح. على كطاري موضوع احتراز، طبعا الكل الحين صار بنزله، وطبعا يعني لدرجه ان لازم ان احنا نكون منزلينه، الواحد بيروح مثلا بيروح سوبر ماركت، بيروح مستشفى، بيروح شغله، حتى في الشغل حتى في العمل، ها يجب ابراز برنامج او تطبيق احتراز. اخوي عبد الله شفنا لك ما شاء الله انتشر لك على الواتساب وفيه صغير ان انت رايح الدكان وتبي تطلب مشروب غازي، واللي قال لك راعي المحل جاك لعند السيارة قال لك وراوني احتراز. انت تفاجأت انه قلت انا مو انا في سيارتي وانا ما نزلت من السيارة على اساس انه، فهذا هل يعني فعلا انت رسالة حلوة وصلتها للمشاهدين لهذا الفيديو الصغير، أنه على مدى أهمية هذا التطبيق اللي لازم الكل منا صغير وكبير أنه ينزله؟ شوف أخوي هي رسالة، وفي ناس كانت معه وفي ناس مع ضد تقدوني، يعني هم على بالهم أنا ضد احتراز، قلت أنا قاعد أمثل هذه شخصية وهاي واقع، يعني الإنسان الناس مو بسواسية يعني، وبعدين هو كان متحلطم مو بالنظر احتراز، متفاجئ من الموضوع وهو كذي شخصيته هايبر ولسانه طويل، بس مو بالنه هو ضد البرنامج، والدليل أنا تحت الفيديو حطيت شكر لاحتراز لهذا التطبيق ولسلامتنا وسلامتكم نزلوا هذا التطبيق. صحيح. والدليل إن أنا تكلمت عن موضوع احتراز الفيديو، يعني قعدت أوريش الهندي أو اللي بالدكان برنامج احتراز، معناته أنا ملتزم ومنزلة بالتليفون، وفي عندي أنا فيلم ثاني إن شاء الله هو سكتش رسالة توعوية أنا والفنان محمد حسن، إن شاء الله بيكون رسالة توعوية وفوق الصحة الاحتراز، نوصل رسالة للمشاهدين إن شاء الله، إن شاء الله على محاري هالكم يوم إن شاء الله ينزل إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. أخوي عبد الله وزميلنا عبد الله بعد هاي آخر يعني مثل ما تقول أدبلا من الشيطان، مثل ما تقول أنت حين إحنا حين خلاص بدينا إن شاء الله نرجع تدريجيا للحياة الطبيعية، بتسافر؟ الحين لا، لأن تدري إيش بتضطر ترجع يقولون في حجر 14 يوم، فصعب. لا ما خل إن شاء الله إن شهر 10-11 نفكر، يعني صيفك صيفك ويانا. صيف حار جدا في خطر الجميع. أكيد أكيد احنا مستمرين معاكم، وانت تدري ان انت ويانا واحد منا وفينا من عائلة، ولا تنسى وين نسافر عندنا الدورة الصيفية بالضبط، على برامجنا في حبايب بالضبط، وإذا برامج في إذاعة الثانية صوت بالضبط الخليج، يعني بالضبط صحيح صحيح، ما نسينا صوت الخليج، لكن أقيس نبضك أشوفك ها صج انت شكلك تبي تسافر، بس يلا مو مشكلة. هذا احنا ربط كل واحد يعرف الثاني. أكيد أكيد عزيزي نهارك سعيد، وشكرا على هذه المداخلة ولمع تعريف المستمعين للبرنامج طلع الصباح. إن شاء الله يجيك الاستديو وأشرب الشاي المخدر. أهم شيء أهم شيء، بس أهم شيء يكون سكره مضبوط. أكيد أكيد. نهارك سكر. كل التوفيق لك يا حبيبي. حبيبي. تسلم تسلم عزيزي، نهارك سعيد نهارك سعيد، تسلم. الله يحفظكم. وياك. شكرا شكرا.
أعزائي المستمعين، ما زلنا مستمرين معاكم في استراحة الظهيرة في هذه الظهيرة يوم الأحد 14/6/2020، ومستمرين في فقرة شاي الظهيرة، ومعانا زميل غالي ما شاء الله كان موجود معانا في فن وحكاية وقصة أغنية، الزميل الغالي نايف.